جود مورنينج مشاهدين الاعزاء، النهارده هشارك معاكم الروتين اليومي بتاعي. المهم ان انا شربت كوبايه الشاي الرهيبه دي وكلت بقسماط، طبعا البقسماط مش ظاهر في الفيديو عشان انا اكلته خلاص، وبعد كده حطيته في بقيه المواعين اللي كانت بايته من امبارح. عادي يا جماعه، هي بايته عند حد غريب، المهم ان انا هغسلها لما اصحى. المهم بقى بعد كده كنت زهقانه قوي في اليوم ده، فروحت رتبت درفه البلاستيك علشان احس ان انا يعني استغليت وقتي في حاجه مفيده بما ان انا زهقانه. وبعد كده بقى ايه، فكرت كده قلت بما ان انا اهتميت بالمطبخ مش ههتم ببشرتي، فعملت اللي هو الماسك بتاع برشام الفحم ده، بيقولوا عليه ان هو بيشيل البثور وكده وبينعم البشره. المهم بقى ان انا ايه عملته، وجبت جيلاتين وبرشامة الفحم وقعدت اقلب فيهم. طبعا حطيت لمسه الغباء بتاعتي اللي انا عملته ميه ساقعه، هو المفروض يتعمل بميه دافيه او سخنه، بس انا قلت لكم لمسه غباء وهي غلطه واتعلمت منها. وبعد كده بقى حطيته على وشه زي ما انتم شايفين كده، كان شكله حلو قوي. بعد كده بقى سبته ينشف، وهو بينشف بقى قلت ايه، لما وضب الدرج بالمره زي ما وضبت الدرف، يعني الدرف احسن من الدرج في ايه، شلت بقى الحاجات اللي ملهاش لازمه والحاجات اللي لازمه، طبعا الحاجات اللي هي لازمه طبعا ايه خليتها معايا. المهم بقى ايه، اللي انا قعدت اشوف هعمل ايه وانظم هنا واشيل من هنا، وحتى بعد الفيديو ده لقيت فيه شبك ما كانتش نظيفه بانت في الايديت اهي قدامكم اهي، فخدتها غسلتها بقى بالمره. يعني سبحان الله ما خدتش بالي منها في الحياه، بس خدت بالي منها بيها. المهم انتوا فاهمين. المهم بقى بعد كده بصوا، اوبا بدات من اول وجديد تاني، هو ده الطبيعي بتاعي اصلا. بعد كده بقى ايه، رتبت الدرج اهو. والله بصوا يعني انا زهقانه بحاول استغل زهقي ده في حاجه، ممكن مثلا اقعد ارتب حاجه، اغير ديكور المطبخ، مثلا ارتب الدولاب بتاعي، وفي اخر الفيديو هتعرفوا ازاي بتخلص من الزهق في اخر اليوم. بس طبعا معايا في فيديو لحد الاخر هتعرفوا ازاي الضغوط اليوميه وكده ازاي بتخلص منها قبل ما انام. ده بقى صوره الماسك، صوره مناخيري بعد الماسك، طبعا ما فيش اي اختلاف عشان ايه الماسك كان بايظ اساسا. بعد كده بقى قلت هتغدى بره بما ان انا زهقانه، فدفعت 18 جنيه في علبه الكشري، وجبت كشري من عند جده، ده هم محترمين قوي عشان بيحطوا البانه مع الكشري، طبعا انتوا فاهمين ليه. المهم بقى قعدت اكل، طبعا الكشري والله كان طعمه حلو قوي. انت هتلاحظوا حاجه في الفيديو ده، ان انا كنت باكل الكشري الصبح ودلوقتي للليل، ده بيدل ان انا بطيئه قوي في الاكل. انا فعلا بطيئه قوي، انا اخر واحده بقوم من اي سفره عزومه، مش عشان باكل كتير، عشان باكل بطيء. القطه دي طبعا كنت عازمها على الغدا على كشري. طبعا انا لو قلت لكم انا بخاف من القطط قد ايه مش هتصدقوا، بس ايه يعني الحمد لله. طبعا بشرب البيبسي ده طبعا اللحظه الحاسمه، واللبانه اهي اللي كانوا جايبينها محل الكشري معاهم عشان ايه. يلا بعد كده بقى روحت البيت، دخلت على درفه الخزين، قلت بقى اوضبها علشان يبقى المطبخ كله متنظم. طبعا نظمتهم اهو على قد ما اقدر، ففي حاجات طبعا كنت عايزه اشتريها فلسه هشتريها بقى. بس بعد كده بقى ايه، نظمت شويه في المطبخ زي ما انتم شايفين كده، يعني حاولت على قدر المستطاع ان انا اطلع زهقي في اي حاجه. بس كنت اما خرجت وطلعت كنت فكيت شويه، ده طبعا مكان البطاطس، بس الخضري كان قافل، فهبقى اشتري بطاطس يا جدعان، هبقى اشتري. بس بقى كده. وبعد كده طبعا انا هنا جبت شريط الليد عشان اوريه لكم، عشان عارفه ان انتوا هتسيبوا الفيديو كله وهتقولوا انت جايبه شريط الليد ده منين. ده انا شاريه من الكهربائي ومش لازقاها باي حاجه، سايباها كده على طرف الرخامه اهو، بصوا هشوفوها دلوقتي، يعني بمعنى اصح سايباها على الله كده، ايه سندها كده وخلاص، لان كل ما بلزقها بتفك. ده بقى طريقه ان انا بطلع الهم كله في اللعبه دي، يعني الضغط كله. انت لما تكوني مضغوطه من حاجه حاولي تفكري في اي حاجه تافهه، مفيش اتفه من كده. بصوا اصلا كنت لعيبه ازاي، بصوا في ثانيه كسبت، بصوا 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 لعيبه، اكيد كنت زهقانه قوي فدب دب 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 كسبت. هو ده طريقه ان انا ازاي افك شويه قبل النوم او انسى الحاجات اللي مضايقانا. كلنا في حاجات بتضايقنا وفي مشاكل كتيرة قوي في حياتنا، الحمد لله بنحاول نتخلص منها. هخش بقى على البيت التاني طبعا في اللعبة عشان انا حريفة. بس بقى وبعد كده انا هشارك معاكم ايه تاني، عشان انا ناسية فعلا انا هشارك معاكم ايه. اكيد مش هلعب معاكم ريفيل تاني، اصلا انا حطيت الصوت على الفيديو بعد الفيديو بكتير. هو انا هشارك معاكم ريفيل تاني بجد وحقيقي، استنوا كده مش عارفة بجد. لا ده بقى انا كنت عايزه اشكركم ان انا لقيت، لا طبعا انا طبعا كل يوم بتابع الصفحه بتاعتي على اليوتيوب، فبلاقي الناس بتبحث عن اسمي، فانا بشكركم جدا، ويا ريت تعملوا اشتراك ولايك للفيديو وكمان تتابعوني على الانستجرام. والله العظيم انتوا خسرانين، الانستجرام عندي صحراء
بس هو ده دي قديم، ده بقى انا حدثته وبيتنزل فيه كل يوم الاطقم بتاعتي وانزل فيه حاجات كتيره. فتابعوني هناك، هتلاقوا اللينك بتاعي في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول. هتخسروا يعني، بص انت هتبقي خسرانه خسرانه لو ما دخلتليش. اي سؤال كمان عايزه تسالهولي انا برد هناك على طول بجد، علشان بتابع اول باول عشان ما تزعلوش مني. بس كده الفيديو بتاعي خلص، رب يكون استفدت منه، وتابعوني في فيديوهاتي الجايه، ويلا باي باي.